طاب استاد القاهرة. ومعي في هذه اللحظات كابتن مريم متولي لاعبة النادي الاهلي الكرة الطايرة. مريم الف سلام عليك، ما شاركتيش في البطولة بس عايزين نطمن عليك، وشفت البطولة ازاي؟ الله يسلم حضرتك. طبعا انا عملت اصابتي في كتفي، لسه بأهل تحت مرحلة التأهيل، وطبعا الفرقة كانت كويسة جدا في البطولة، وكل الفرقة لعبت حلوة قوي، وما كانش فيها اي تأثير من اي حد، والبطولة طبعا كانت كويسة، فرق كلها محترمة بتلعب حلو، والحمد لله ان احنا قدرنا نكسب. يعني ايه طبيعة الاصابة اللي عندك اللي منعتك من المشاركة خالص؟ عملت عملية في كتفي من 5 شهور ولسه تحت مرحلة التأهيل، فان شاء الله قريب شهر او اقل بالكثير وانزل العب ان شاء الله. يعني مع التأهيل والمراجعة والوقت لحد بطولة افريقيا باذن الله في مارس ان شاء الله. ان شاء الله مستوى البطولة ديت، وانت شاركتي في بطولة العام الماضي وكان برضه الفاينل لما مضمومة مع الجزائري، شايفة ايه الفرق؟ المستويات بتتقدم والخريطة بتتغير في المنطقة العربية والإقليمية، ولا الوضع ازاي؟ البطولة دي اقوى من اللي فاتت بكتير، لان دخل فيها فريق سبورتنج المصري والصفاقسي التونسي وطبعا المجمع البترولي الجزائري، انما السنه اللي فاتت كان هو البطوله الفريق القوي بس فيها كان المجمع البترولي الجزائري، فنتمنى ان كل نسخه من البطوله يبقى يشترك فيها كل العرب ان شاء الله. كون انك تفوز بكل مباريات بلا خساره شوط واحد، ده ليه معنى؟ ليه شغل؟ عايزه تقول ايه؟ ده طبعا يرجع للاعداد، للجهاز الفني كله، كابتن حمدي وكابتن ياسر وكابتن رانيا وكل حد في الجهاز، والفرقه ما حدش اثر فيها طبعا فتره الاعداد والمعسكر وكل حاجه، فهو دايما احنا بنلعب على اننا ما نخسرش شوط مش ان احنا ما نخسرش ماتش. اخر سؤال، كابتن حمدي الصافي كان بيقول لكم ايه بالنسبه للمباريات والاهميه والشغل الفني؟ كابتن حمدي دايما يقول لنا احنا بنلعب باسم النادي الاهلي، ما ينفعش ابدا ننزل نبص على الفرقه اللي بتلعب قدامنا، لو فرقه ضعيفه لازم برده نلعب بنفس المستوى لو بنلعب مع فرقه قويه، ودايما يقول لنا ان احنا فريق كبير ما ينفعش ابدا نخسر اي حاجه، احنا فريق بطولات. بالتوفيق يا مريم. ميرسي، شكرا جزيلا. دخل لقلم مريم متولي احد اللاعبات.